Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme je disais, c'est une vidéo جديدة. إذا كنت انت ولا انتي اول مرة تشوف القناة ديالي، تنقول لكم راه كتب القناة ديالي ما تزيدتي الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش انك تفعل الجرس، تتابع لي فيديو اللي تندير، النصائح اللي تنقدم لك هكا ان شاء الله باش تعلم هذه اللغة اللي هي اللغة الفرنسية بواحد الطريقة اللي هي بسيطة جدا. انا الدور ديالي هنا هو انني نشرح لك هذه اللغة بطريقة بسيطة اللي ما تتقراش لا في المدارس لا في الجامعات لا في حتى شي حاجة. طريقة بسيطة تتخول أي واحد كيف ما بغى يكون المستوى ديالو أنه يتعلم هذه اللغة بكل بساطة وبكل أريحية. مالك غير تبع الدروس اللي تنقدم، تدخل بلاي ليست، غادي تلقى في البلاي ليست غادي تلقى دروس مصنفة، كاين ديال القواعد، كاين ديال الكوميونيكاسيون، كل حاجة ديالاش. شوف أنت الحوايج اللي تي انتريسي وكتدخل تفرج فيهم وتبعهم، وديما تكون عندك واحد لاجوندا ولا واحد الدفتر تتقيد فيها الدروس باش هكا إن شاء الله تبدا ترجع غير الدفتر وتراجع، ماشي تبقى تقلب على لا فيديو وتبدا تلف هكا بين لي فيديو. اتفقنا؟ ألوغ درس اليوم ولا الحصة ديال اليوم إن شاء الله هي حصة مراجعة. بزاف فيكم فاش ندير حصص المراجعة تيتشافوا بزاف وتيعجبوكم، هادشي علاش قررت بانني كل شهر غادي ندير فيديو ديال المراجعه اللي تيخليك انك تراجع تقريبا كاع الحوايج اللي شفناهم في شهر ولا في شهرين، تشوفهم غير في واحد لا فيديو بالزربه وغادي تفهم وغادي تخرج مستافد مزيان. ما عليك غير تخلي لي كومونتير، تبارطاجي لا فيديو مع لا فامي ديالك لي زامي ديالك وفي لونتوراج ديالك، اي ما تنساش واحد الجيم. غادي نبداو بارك الله فيك، ما تطولش في هذا الفيديو. الوغ انا احسن حاجه ولا اعز حاجه اللي نقدمها لكم واللي تتعجبكم بزاف وتتعجب الطلبه ديالي اللي تيكونوا عندي تيقراو في الاقسام ولا التلاميذ اللي تيقراو معايا هي القوالب ديال اللغه. هاد القوالب ديال اللغه هي سو سون دي زاستوس. هاد لي زاستوس ما تيتقراوش نورمالمون في المدارس حيت ما عندهمش علاقه لا بقواعد لا بتشجع. هاد لي زاستوس هما حيل تيخولوا لك انك تقول جمل، انك تعبر، انك بزاف ديال الحوايج بواحد لا فاسون ولا واحد لا ميثود اللي هي زوينه بزاف. باغ اكزومبل ركزوا معايا فاش نبغي نقول مثلا كيف استطعت فعل هذا، كيف استطعت مثلا تنقول لك ركز معايا باش تفهم. مثلا تنقول لك كومون، الوغ تندير هاد الاداه، هاد الاداه المعنى ديالها هي كيف. كومون tu peux faire ça، كيف تستطيع فعل هذا، كيف تستطيع فعل هذا. الوغ كومون tu peux faire ça، كومون tu peux faire ça. الو نقدر انايا شنو تنبغي نوريك، تنقول لك دابا تخلي كومون، تخلي هاد تو بو لو فاب استطاع ولا الفاب ديال المقدره وتنحدد لو فير سا. مثلا هذا تفرقنا ولا ما تفرقناش. مثلا تقول لك كيف تستطيع الدراسه لوحدك باغ اكزومبل. مثلا كومون تو بو ايتوديي، تيجيني هنا لو فاب ايتوديي لو فرونسي. Comment tu peux étudier le français? Comment tu peux le faire? Alors, comment tu peux le faire? كيف تستطيع فعله؟ كيف تستطيع فعله؟ والحالات طويلة، أي حاجة بغيتي تقول فيها كيف تستطيع وتزيد حداها شي حاجة تتزيد، يعني شنو تتبدل؟ تتبدل غير هادشي اللي تيجي في الآخر تو سامبلومون، ماشي شي حاجة اللي هي صعيبة. اتفقنا؟ نزيدو إكزومبل آخر أو تاني طريقة أخرى. مثلا فاش تبغي تقول انا اريد بغيتي تقول انا اريد بزاف ديال الجمل تقدر تقول. مثلا تقول جو فو، بارفي. الوغ لو فيرب فولوار، مثلا تقول جو فو مثلا ابروندر لو فرونسي باغ اكزومبل. يعني جو فو ابروندر لو فرونسي، جو فو ابروندر لو فرونسي. الوغ اريد هنا جو فو ابروندر لو فرونسي، je veux apprendre. هنا لو فيرب apprendre le français، اريد تعلم الفرنسيه. الوغ خصك تفهم بان لو فيرب vouloir تيقدر يجي حداه فيرب، يقدر يجي حداه اسم، يقدر يجي حداه فيرب، يقدر يجي حداه واحد النوم. مثلا نقدر نقول لك je veux manger، عاوتاني هنا فيرب. مثلا نقدر نقول لك je veux un café، اريد قهوه. مثلا je veux un café s'il vous plaît، اريد قهوه من فضلك. لاحظتوا بان هنا تنشدوا غير هاد البارتي الاولى هادي هاد البلوك هذا، شتو؟ وشنو تن هنا كيف هنا عاوتاني تناخدو غير هاد البلوك. انا نحاول ندير لكم اطار باش تفهمو. ها هو تناخدو غير هاد البلوك هذا وتنبداو نبدلو هاد الحوايج. يقدر يجي فيرب وراه، مثلا جو فو مونجي كيكو شوز، مثلا جو فو اون فواتور اكسيتيرا. تفقنا؟ يعني مثلا جو فو ريفيزي مي لوسون، كاينين الحالات الطويله. يعني يقدر يجي فيرب، يقدر يجي اسم. ركز معايا عاوتاني. نقدر نقول كاين حاجه اخرى، مثلا احتاج، كاين اريد، وكاين واحد الحاجه سميتها احتاج. احتاج مثلا تنقول لك جي بوزوان، جي بوزوان. الوغ مثلا جي بوزوان
de toi. J'ai besoin de toi. أحتاج. J'ai besoin de toi. هي أحتاج. J'ai besoin de toi. نقدر عاوتاني نخلي j'ai besoin نديرو لا تي ا ونقدروا نبدلوا هذيك الحوايج. مثلا أحتاج. J'ai besoin de sortir. J'ai besoin de sortir, j'ai besoin de partir, j'ai besoin de discuter avec quelqu'un, etc. اتفقنا؟ يعني كاين بزاف ديال لي فراز نقدروا نديروهم تنخدموا غير هاد البلوك تنخليه وتنبدلوا هادو. دو سو سون دي زاستيوس. اتفقنا؟ حاولوا تعقلوا لهاد لي زاستيوس ولا هاد القوال ولا هاد الحيل غادي ينفعوكم بزاف. من بعد نشوفوا عاوتاني حاجه اخرى. ركز معايا فاش تبغي تكون عندك جمله تتكون عندك شي جمله وتتبغي دير لها الترجمه. فاش تبغي شي جمله مثلا ولا فكره في دماغك بغيتي دير لها الترجمه تو سامبلومون، يعني فاش تبغي تترجم شي حاجه ولا شي فكره في البال ديالك ولا في دماغك ولا في الخيال ديالك بغيتي تترجمها ماشي تجي وتترجمها ديريكتومون، ما كاين واحد ستراكتور خصني نمشي عليها. انا نورمالمون تنعرف بان في لا لونغ عرب عندي فعل فاعل مفعول به فيرب سوجي اي كومبليمون. باغ كونت في لا لونغ فرونسيز عندنا لانفيرس، عندنا السوجي هو الاول عاد لو فيرب عاد الكومبليمون. الوغ هنا خصني ديما نبدل، ما نحطش انا الفعل هو الاول، تنحط السوجي هو الاول. اتفقنا؟ مثلا ناخذ شي اكزومبل باللغه العربيه، مثلا تتقول انا مثلا نحاول نكتب هنا تحت، مثلا نكتبها باللغه العربيه في هذه الجهه، مثلا تنقولوا هو مثلا يشاهد التلفاز. جمله بسيطه جدا غير باش تفهموا كلكم باش كيف ما كان المستوى ديالك. هو يشاهد التلفاز، هو يشاهد التلفاز. الوغ تسنى تسمحوا لي يشاهد، انا عندي في اللغه العربيه، في اللغه العربيه نورمالمون تيكون يشاهد التلفاز، ولكن يشاهد شكون هو؟ هو. الوغ بالفرنسي تنقول il يشاهد، il va regarder، il regarde في البريزون. علاش؟ حيت هو تيشاهد في هذه اللحظه لا تيليفيزيون ولا لا تيلي. بارفي. هو يشاهد التلفاز ولا يشاهد التلفاز. الا لاحظتوا هنا عندي فعل هو الاول عاد الضمير عاد التلفاز، ما انا شديت هنايا حطيت فاعل هو الاول عاد لو فيرب عاد الكومبليم. بارفي. اتفقنا؟ نحاول نعطيو جمله اخرى تكون شويه اكثر صعوبه منها. مثلا مثلا تكلمت معه بالامس، تكلمت معه بالامس. هنا لو فيرب عندي اللي هو لو فيرب بارلي، شكون هو بعدا اللي تكلم؟ انا اللي تكلمت. الوغ شتو هنا ما كاينش، ولكن انا نحطو مثلا تنقول جو تكلمت جو معه. الوغ هنا عندي جوج ديال الاحتمالات، هنا عندي انتم جو عندي لو فيرب بارلي جو بارل بالامس معه بالامس. الوغ معه، الوغ هو باللغه الفرنسيه تنقولو لوي، تنقول لك جو لوي بارل، جو لوي بارل. اتفقنا؟ جو لوي بارل تنحطو هذاك لوي هنا، جو لوي بارل معناتها تكلمت معه اياه. نقدر نكتبها بطريقه اخرى، مثلا نقدر نقول لك جو بارل ا لوي اياه. ما جاياش هذه الترجمه الحرفيه، هذه الترجمه الحرفيه، مي الترجمه الصحيحه هي جو لوي بارل اياه، تكلمت معه بالامس. اتفقنا؟ من بعد كاينين حوايج اخرين، عندنا واحد لي فيرب خصكم تعقلوا عليهم، نعطيكم السر. هاد لي فيرب هادو هما تيتصرفوا عادي، مي هما عندهم دور، عندهم دور اخر اللي هو تنسميوه لي سوميز اوكسيليير، اللي هي الافعال النصف مساعده. بحال هاد الافعال النصف مساعده مهمه بزاف، تنستعملوها بزاف سيرتو في لا كوميونيكاسيون اون فرونسي. عندي لو فيرب بوفوار، بوفوار هو بحال هكا، فين هو؟ تنقول جو بو، تو بو، إل بو، نو بو، فون، فو بوفي، إل بوف. كي لو فيرب سافوار، جو سي، تو سي، إل سي، نو سافون، فو سافي، إل ساف. عندي لو فيرب فولوار، je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. تعقلنا؟ et aussi عندي le verbe par exemple le verbe aller. تقول je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Point. Alors pouvoir, savoir, vouloir et devoir. Devoir. تقول je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. الوغ هاد لي فيرب هادو بغيتكم تحفظوهم في البريزون مزيان، حيت غادي يساعدوكم. مثلا تنقول لك مثلا يجب علي الذهاب، تنقول لك جو دوا الي ولا جو دوا بارتير ماتون. اتفقنا؟ الا بغيت نقول لك باغ اكزومبل اعرف السباحه، تنقول لك جو سي ناجي، جو سي ناجي.
الوغ هنا تنستعملوا بزاف هاد لي فيرب لواحد الدرجه لا تصور. حاولوا تعقلوا على هاد لي ميثود اللي وريتكم ولا هاد لي تروك اللي وريتكم، حاولوا تعقلوا على التراديكسيون كيفاش تنديروا. الوغ اون فرونسي تكون عندي السوجي هو الاول لو فيرب ابري اي انسويت تكون عندي الكومبليمون، اتفقنا؟ حاولوا تعقلوا على مراتكم بزاف. واحد الحاجه عندنا تيكون فيها لو فيرب هو الاول في حاله وحده اللي هي باش نديروا شي كيستيون اون فراز انتروغاتيف تيكون عندي لانفيرسيون دو سوجي. مثلا تنقول لك مثلا فاطمة نقول لك مثلا مثلا ركزوا معايا مثلا tu es content انت سعيد ولا انت فرح، نقدر نقول لك es-tu content. الوغ هنا لو فيرب لاحظت هو لو فيرب اخر انا حطيت هو الاول عادتو عاد كونطون. هنا تسمات لانفيرسيون سوجي، شدينا لانفيرسيون هو عكس السوجي حطيناه هنايا في دوزيام بلاص اذا لاحظتو هو، اي لو فيرب حطيناه في البروميير بوزيسيون وهكا صوبنا لا فاز تو سامبلومون. هاد الريفيزيون هادي مهمه بزاف، غادي تخولك انك تفهم بزاف ديال لي تريك ديال لي تريك وبزاف ديال لي شوز اللي غادي يعاونوك ان شاء الله لا محاله في تعلم اللغه الفرنسيه. انا تنطلب منكم حاجه وحده هي انك تبارطاجي لا فيديو مع لا فام ديالك، انك تخلي دي كومونتير دي لايك هكا باش تحفزني وباش لا فيديو يطلع في سيجيستون ويشوفوا بزاف ديال الناس. بزاف ديال الناس فاش يشوفوا شي فيديو اول مره ديالي تقولوا بان راه عينا نقلبوا وكنا ملينا من التعلم، الحمد لله طحنا في لا فيديو ديالك. هذا دليل انه بزاف ديال الناس ما توصلوهمش لي فيديو ديالي، كنتمنى ان يوصلوهم باش بزاف ديال الناس ما تبقاش عندهم اشكاليه وما تبقاش عندهم ديك العقده ويتعلموا ويوليو دي باني وراسهم سواء في القرايه سواء في الخدمه سواء اذا كانوا في حياه ولا في مجتمع تيتكلم باللغه الفرنسيه. كان معكم عزيزتي الامل، لقاكم في التوجيه والدروج الجايه، تنقول لكم السلام عليكم.